اهلا اهلا يا ست روحي. ازيك يا سناء؟ ده انت نورتينا. ربنا يخليك يا بنتي. ازيك يا حنان؟ ازيك يا سناء؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سناء؟ اخبارك ايه؟ دكتور هشام بنفسه جاي يطمن عليك يا صافيه. يا الف خاطره عزيزتي. خليكي يا صافيه والنبي ما انت قايمه. الف سلامة عليكي يا حبيبتي. يا ريتني كنت تعبت من زمان عشان تيجوا كده تنوروني بالزياره الحلوه دي. اخس عليك الف بعد الشر عليك. ازيك يا صافي؟ انا متشكره قوي يا دكتور على تعبك ده والله. لا مؤاخذه يعني البيت مش قد المقام. اتفضلوا. لا ما تقوليش كده. وبعدين انا وحنان عمرنا ما هننسى لك الجميل بتاعك ده. جميل ايه بس يا دكتور؟ ده انا خدامتكم. ايه ده؟ اوعي تقولي كده تاني يا صافي. انت اختي فاهمه. انت مش عارفه معزتك عندنا شكلها ايه. ربنا يخليكوا ليا. قولي لي يا صافيا، معرفتيش مين الستات اللي عملوا فيكي كده؟ لا يا دكتور، دي مجرد خناقه شارع عاديه. انا بس حظي اللي وقع في اتنين مجرمين، هي دي كل الحكايه. ربنا يجازيهم ولاد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اما انا فرحانه قوي. البت صافية دي طلعت بت جدعة قوي. شفتي؟ ما رضيتش تقول خالص قدام خطيبك ان سبب بوظان الجوازة كيداه. انا مش فاهمة يا ماما، انت رخرة مش عايزانا اقول لهشام ليه ان احنا شاكين في كيداه. يا لهوي انت جننت يا بت. انت عايزة خطيبك واهله يعرفوا ان مرات خالك ست شرانية؟ ما هو معنى انها مجرمة يبقى خالك زيها. ما هم محسوبين علينا يا اختي. قال على رأي المثل، ايش خيرك عنه وانت ابن عمه. ومعدين مش بعيد ان خطيبك شخصيا يبقى خايف ومرعوب منها. لحسن تحاول تنتقم منه عشان خاطر ما تجوزش بنتها. انت هتخوفيني ليه بس يا ماما؟ دي كده فعلا ممكن تأذي هشام ولا تأذيني انا كمان. انا لازم بقى احذر هشام عشان ياخد بالي. يا لهوي، هو انا يا بنت اقول لك تار تقول احلبوه؟ ما انا قلت لك يا بنت ما تجيبي السيره قدام خطيبك ولا اهله. وبعدين تفتكري بقى ان خالك الراجل الشهم المجدع يرضى برضو ان اخته وبنتها يتهزقوا؟ يا ماما ما انت عارفة ان خالي الراجل الشهم المجدع بيترعب منها قد ايه. لا 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 لا، بيجي لحد اخته وبيعمل لها قفلة. قفلة؟ طيب يا حبيبتي ربنا يستر. ربنا يستر. انا ماشية يا صافي، لو عوزتي اي حاجه يا اختي تبقي رنيلي. ها ربنا يخليك يا سناء. بس بقول لك ايه، عايزين من بكره الصبح ننزل نشتغل احسن. التعب بتاعي ده واقف حال الفرن جامد قوي، وانا بقى بقيت رقبتي زي السمسمه قدام المعلم عدوي. ليه يا اختي؟ هو الراجل فتح بقه معاكي بكلمه ولا قالك تلت التلاته كام؟ بصراحه بقى الراجل بيعزك. انا عارفه، بس ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. والراجل اللي عمل معايا كتير قوي، والواحد مننا لازم يبقى حسيس. وانت هتعملي ايه يعني؟ ده انت يا كبدي كان حالتك تصعب على الكافر. الحمد لله على كل شيء. المهم لازم نعوض الراجل ده الخساره اللي خسرها. خلاص من بكره الصبح انا هجيلك ونبدا الشغل مع بعض. تصبحي على خير يا صافي. انت من اهل، مع السلامه. الو. ايوه يوسف. الحمد لله انا بقيت كويسه. انت عامل ايه؟ اسمع بقى، انا فكرت في حته دين رسمه، انما ايه، هتضرب اللي اسمها كيدهم دي في مقتل. بص يا عم ربيع، ما تجيش غير لما اكلمك. ها تحت امرك يا هاني. انا اول ما اخلص عندي ناس هكلمك عشان تيجي تاخدها. حاضر يا هاني. يلا سلام. شمال في مين؟ مش عايز حد يركز معايا. ايه ده؟ ايه ده؟ الو. ايه يا امين، انت فين يا بت؟ امال يعني ما لمحتكيش وانت طالع.
طيب يلا اديني ابتسام اختك. ازاي ما رجعتش لغايه دلوقتي؟ طب فين اللي خلاها تطلبها على المحمول بتاعها؟ الله، التليفون مقفول ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايوه يا عم ربيع، هي ابتسام بنتي ما كلمتكش تروح تاخدها؟ طب طير على صاحبتها وخليهم يكلموني منك عشان اطمن. طب يلا بالسلام. ازيك يا طنط؟ لا ابتسام لسه نازله من عندي من شويه. لا حضرتك ما تقلقيش عليها، اكيد راحت تشتري حاجه وهتكلم مع ربيع علشان يجي ياخدها من عندي البيت. عندي انا عماله اكلمها على الموبايل بتاعها على طول مقفول. الو، بنتك عندنا امانه، ولو عايزانا نرد الامانه احنا طلباتنا مش كتير. ايه بس بنتي حيانه، دي عندها السكر وممكن تروح فيها. ارنب واحد بس، وده عشان خاطرك ومن غير فصال. بعدين مؤاخذه يعني المبلغ ده يجي ايه قصاد غلاوه السنيوره؟ طب سامع عن الصوت الاول، ابوس ايدك. تليفون عشانك يا سنيوره. الو ماما، الحقيني يا ماما. ماما الحقيني، انا الناس دي مش عارفه عايزين مني ايه. ما تخافيش يا حبيبتي، حاضر. بس بقول لك ايه، دواء السكر معاكي في الشنطه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، طمني انا هتصرف. خلاص بقى انت، بس صدقتي انت هتخلصي لي الكارت. الو، طمنت على بنتك؟ يبقى خلاص جهزي الفلوس وبعتيها عشان تلحقي تاخدي بنتك وهي سليمه. اه، اللي يجيب الفلوس واحد مش منكم، لا انت ولا جوزك، يجيبها واحد من صبيانكم ويجي لوحده، ولو جاب حد معاه قول على بنتك يا رحمن يا رحيم. الو، ايوه حنفي، الحق بنتك اتخطفت. يا حليمو، حليمو يا حليمو، ما بتزعقي ليه بس؟ الحق ابتسام اتخطفت. ايه؟ ايوه. ازاي؟ مين اتجن في مخه وعمل عاملة السودة دي؟ وانا شعرفني، وانا بشمي على طريق عشان اعرف مين اللي عمل كده. مفيش غيرك اللي عملتها. انا جايه لك ورحمه امي عشان امسحك من على وش الارض باسيك. ايه وعملوا ايه؟ اخبار صفي ايه يا اخويا؟ الحمد لله يا سيد المعلمين، بقت زي الفل. اللي كانت عايزه تنزل الشغل النهارده قلت لها لا، ريحي النهارده وانزلي بكره. لا معقول، انا هكلمها اقول لها تفضل قاعده لحد ما تسترد عافيتها تاني. دي حتى النهارده اشتغلت في البيت وبعتت لنا الخبيز الصبح كمان. يا سلام، بتتاقل بالذهب حتى وهي عيانه قلبها على الفور. طب كنا هنلاقي واحده زي دي فين؟ والله عندك حق يا معلم، بس انا ما اعرفش الدنيا ملخبطه ليه مع البيت دي. وديت بنتي فين يا مخفي اللي اسمك عدوي؟ وديت بنتي فين يا راجل انت؟ انت واتكلم لجيب زبار رقبتك دي في ايدي. وديت بنتي فين؟ لا حاجه ايديها مش كده. بنتي ابتسام اللي سلطت عليا اخطفوها، وديتها فين؟ انت وكلمني على طول. بنتك اتخطفت امتى وازاي بس؟ لو النبي استعمل يا راجل، العب عليا شويه بتوعك. وديت بنتي فين انت وكلم احسن ما تطلع روحك في ايدي. عيب يا كيداهم، انا برضو المعلم عدا والناشر، مش انا اللي هخطف بنات حتتي. كان في يوم من الايام عيش وملح بيني وبينك، ما تنسهوش. ولادك هم ولادي، ولو بنتك اتخطفت انا مستعد اروح معاكي وادور عليها. امال بنتي راحت فين؟ مين اللي خدها طيب؟ يبقى ما فيش غيرها، هي المخفيه اللي اسمها صافيه، يبقى هي اللي سلطت عليها وخطفت بنتي. يا شيخه حرام عليكي، صافيه عيانه وراقده فوق. يا معلمه احنا مالناش في الكلام ده، اقعدي كده اهدي مع نفسك وشوفي مين اللي ليه مصلحه يعمل معاكي كده. اتجننتي ولا تجني لما يبقى الهافت؟ بنت ابتسام اللي وزيت عليها ابن رجاله يخطفوها. انا وزيت عليها؟ ازاي ابتسام اتخطفت؟ انا شعرفني، ما تسالي امك بقى يا وليه.
انت ممكن تصدقي ان انا اجيب ناس عشان يخطفوا بنت اخويا؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الله، عماله تشكي في خلق الله وسايبه بنتك اللي مخطوفه؟ تعال الحقني يا اخويا، مراتك بتتهمني ان انا اللي خطفت بنتك. طبعا، امال مين مكاد مني وعايز يموتني نقص عمره بحسرتي غيرك انت يا وليه؟ اهدي بس يا كيداه، خلينا نفكر بعقل. انتوا خليتوا فيا عقل؟ انا خلاص ما بقاش فيا عقل. خالي احنا لازم نبلغ البوليس. الو، ايوه يا اخوي، ايوه الفلوس معايا، بس بقولك ايه، انتوا لو مسيتوا شعره من بنتي اروح فيكم في مصيبه. يا معلمه، يا معلمه ما ينفعش كده، احنا رحنا في ايديهم دلوقتي. هات يا معلمه. اقعد. الو، الو، ايوه انا ابوها. بقولك ايه، لو مسيت شعره من بنتي انت حر، انت فاهم؟ ايوه الفلوس موجوده. لا، قول له سلم واستلم البنت الاول وبعدين نديله فلوس. ايوه سلم واستلم البنت الاول وبعدين تاخد الفلوس. ايوه انا هكون معاه. ايه؟ لا 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 لا، ما كنتش موجود ليه؟ يعني ايه لازم اللي يجي ما يكونش من العيله؟ انا اللي هروح يا معلم. ايوه خلاص خلاص، اللي هيجي واحد مش من العيله شغال عندي اسمه حليم، واد جدع قوي، واللي يجي عندي يبقى لابس ليموني. ليموني؟ طيب ايه احنا في الليموني ده؟ كيداهم لازم اللي يروح يكون لابس ليموني. ليموني؟ انا بنتي هتروح مني، انا في بنتي هتروح. يا جماعه ما تقلقوش، ولو فيها موتي بتخرج عنكم صخصلين باذن الله. لا، انا رجلي على رجلك، لازم اخد بنتي في حضني عشان اطمن عليها. ايوه وانا كمان جاي معاك. وانا كمان، خدوني معاك. يا اخوانا ما ينفعش الكلام ده، هم عايزين حد لوحده ومن بره العيله. ايوه ولابس ليموني. انا هتصرف. ما انت عبال ما تروح وتيجي هكون انا مت. ليش يا معلم، انا عارف انا هعمل ايه كويس. يا جماعه، يا جماعه اللي بيحصل ده غلط، احنا لازم نبلغ البوليس. بوليس ايه بس يا بنتي؟ لو بلغنا البوليس العصابه دي ممكن تاذي بنتي وتبقى مصيبه. يا معلمه، الفلوس جاهزه؟ ايوه جاهزه في الخزنه. تحطهم لي في شنطه. ها، هروح اجيب حته سلاح واجي. وانت من امتى بتشيل سلاح يا حليم؟ لا لا مؤاخذه يا ست حنان، انا مش مجرم، ده هي حته سلاح مع الواد الغفير بتاع مخزن الدقيق، هجيبها منه استحراص يعني. بقول لك ايه يا حليم، ما انت حرش معاهم، يعني عاوزين الفلوس اداله من سكات، تعملوا حاجه في البيت، المهم سلامه بنتي وترجع بالسلامه، سامعني؟ اطمنها يا معلمه، كله هيبقى تمام باذن الله. بقول لك يا حليم، تاخد الواد شحته معاك ولا حد جدع زيك؟ مش عايزين نعملها ليله يا معلم عشان ما يشكوش ويفتكروا ان احنا هنغدر بيهم. حكايه الليموني دي يا معلمه، انت تفهم اكتر منهم، قالوا ليموني يبقى ليموني. صافيا، صافيا، يا صافيا. في ايه يا سناء؟ شفتي اللي حصل؟ في ايه؟ خير؟ بيقولوا ابتسام بنت كيداهم اتخطفت، واللي خطفوها طالبين فديه كبيره. اتخطفت ازاي؟ معرفش ازاي، بس ده اللي حصل. شفتي ربنا خلص لك ذنبك ازاي؟ لا وانتي صادقه، ده تلاقي كيداهم دلوقتي بتقول ان انا اللي خطفتها. انتي ده ايه؟ هو انت تعرفي حتى تخطفي فرخه؟ وبعدين ما الحته كلها شايفه انك راقده وما خرجتيش من باب البيت. وهي اللي اسمها كيداهم دي بتفكر زي بقيه الناس، بكره تحاول تنتقم مني تاني. لا كده بقى الحكايه ما تسكتش عليها، انت تروحي للمعلم عدوي وتحكي له على كل حاجه وهو يتصرف. حليمه، ما تخافيش يا ابتسام. جبت الفلوس؟ ابتسام تجيلي هنا الاول. فكوها يا رجاله. بس هات الفلوس يا حبيبي. عايز الفلوس؟ يعني مفيش فلوس؟ يعني مفيش فلوس يا خفيف، وده اخر كلام؟ ده اخر كلام، ووريني عرض اكتفك منك ليه. سلام عليكم. Ah!
بعد الفلوس يا ابتسام. بداية الفلوس، المهم سلامتك. انت جرالك حاجة؟ لا انا كويس. حبيبة قلب أمك يا مصيبتي، ده كان قلبي هيقف لما جالي الخبر. إن شاء الله ما تحرم منكوا أبدا ويجعل يومي قبل يومكوا قادر كريم. الله يشرع عليك يا مامتي. الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا بابا. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. بجد أول يوم نعرف النهاردة إن أنتي غالية علينا قوي كده. جري يا بنتي، ما أنتوا إخوات. المهم الواد حليمه فين؟ الواد حليمه راح علشان يعمل كتفه، أصل خد تعويرة في عيني. والله يا بابا الواد ده صعبان عليا. بس عارف يا بابا، ده جدع جدعانة، هو اللي عارف يخطفني وسط الناس الوحشين اللي كانوا خاطفيني دول. بسم الله ما شاء الله. طبعا تربية ابوكي، انا كل الرجالة بتاعتنا بتبقى تحت رجلينا، عايزين يموتوا روحهم عشاننا. الحمد لله على سلامة بنتك، عشان ما نبقاش نتهم الناس بالكذب. يلا يا حنان. حاضر يا ماما. بالسلامة يا اختي. انت وهي الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حنان. يا بنت مفيش بصل خاله. بابا يا خال. يا قمر يا خال. باي، تصبحي على خير. بالسلامه يا اختي. أربعة واحد ايه يا بت؟ خمسة. خمسة وخمسة وخمسة يبقوا كام؟ 15. يعني خمسة وخميسة في وشها ام عرقوب دي. يا اخويا سلامة دراعك، الف بعد الشر عليك. الله يسلمك يا ست روحية. دي ابتسام بتقول انك النهارده كنت ايه، بطل ولا بتوع السينما؟ كلنا في داك يا ست حنان، ده انتوا غاليين عندي قوي كلكم طبعا. طبعا. تصبح على خير. كنت نهر يا ست كل. تأمريني بحاجة؟ متشكرة قوي يا حليم. يلا بقى تصبح على خير. كنت نهر يا ست البنات. كنت نهر. انا مكسوف منك قوي معلمة. معرفتش احافظ على شنطة الفلوس، خطفوها مني وجري ولاد الهرمة. في 60 داهية فلوس ايه بس اللي بتتكلم عنها؟ ده فدا ضفر بنتي وفداك انت كمان. ربنا يخليك لينا. تعرف يا حليمو، انت ليك عندي مكافأة كبيرة قوي. انا مكافئتي ان الست ابتسام رجعت لنا بألف سلامة. الله اكبر عليك، ولا وعرفت تربي. لا وليك مكافأة عندنا كمان. خد الباكو ده يا حليمو، خد الباكو ده تروح للمعلم شميس، قول له المعلم حنفي هيبعت لك الألف التانية بكرة. صباح الخير. صباح الخير. لو سمحت عايز أعمل إيداع. احترمت يا فندم. كم المبلغ؟ نص مليون جنيه. وراها حكايه وحكايه كبيره قوي. لا معلش يا معلمه، سيبي لي انا بقى الحكايه دي، عشان ده طربايت ولازم اخد حقي. البنت دي طلعت نمره، ونمره كبيره قوي كمان. يا مين دي هادي اللي نمره كبيره يا شحتي؟ الله الله، انت جيتها سبعي. تعالى شوف اللي دفعت لها فلوس المستشفى. صافيه مالها؟ هي دي اللي ورا خطف بنتك. التخريف اللي بتقوليه ده كيداو. صافيه تخطف بنتي؟ طب ليه؟ انزل هلا قول لمعلمه. اسكت يا معلمي، ده البنت دخلت حطت فلوس كتير قوي في البنك. عبيط، هي عشان حطت فلوس في البنك تبقى هي اللي خطفت بنتي؟ ما البنت ازاي دي جابت الفلوس دي منين يا معلم؟ وانت متاكد ان الفلوس اللي حطيتها في البنك باسمها؟ يعني ايه يا سحانف؟ يعني مش جايز عدو اداها الفلوس عشان تحطها في البنك باسمه. وعدو ليه اداها الفلوس دي كلها؟ ما انت عارفه كيداو، عدو بيعاملها على انها دراعه اليمين، وجايز في حاجه بينهم. حاجه ايه؟ ما تفهمني، مش فاهم. مش جايز عدوي متجوزها في السر؟ والله كلامك موزون قوي يا معلمي. عرفته بقى انكم من غير المعلم حنفي البرنس بتعكوا. ما تنفش ريشك قوي كده، مش يمكن كلامك ده كله يطلع غلط. بقولك هذا شيء امور يا معلم، لازم تفتح عينك قوي اليومين دول. وكمان انا حاسه ان البنت دي خطر علينا. طبعا يا معلمة، بس وحات مقصيصي دول. لو كانت البت دي ورا خطف بنت ابتسام لامسحها من على وش الارض بأستيكة. لا يا معلمة،
انا بنفسي اللي هخلص عليها. انت ولا هو؟ ايه ده؟ هترجعوا تعقوا تاني؟ لا مفيش حاجه. دي قطه معلمه. انت متاكد انها قطه؟ تقلقيش مفيش حاجه. ده لازم نخلي بالنا قوي اليومين دول، حكم الحيطان يا ودان، وما تنسوش ان في بينا خاين، واحنا لسه ما عرفناش مين الخاين ده. وغلاوتك لا نعرفه. بقول لك يا واد شحت، انت مش ليك دلاله على البت سناء؟ يعني شويتين كده معلم. شويتين دري يا واد، انت صعب على المعلمه بتاعتك، يعني البت دي بتحبك. تحبيني يا معلم؟ خلاص اهي دي بقى اللي هتخلينا نوصل للي احنا عاوزين نعرفه. بقول لك ايه، تاهت والقناع مش هم عاملين فيها صحراء؟ انا بقى هخلي السحر يتقلب عليهم، وعلى راي المثل اللي يحضر العفريت وما يعرفش يصرفه يستحمل اذاه. بقول لك انت وهي من هنا وراح، ما فيش حد منكم هيطلع الا بميعاد ويرجع في ميعاده. انا جبت لكم من بكره حرس، طبعا الحارس ربنا سبحانه وتعالى، لكن جبت لكم البودي جارد اللي بيقولوا عليهم دول، كل واحد منهم عنده محمول، اللي يحس منكم بخطر يدوس له على المحمول وهو هيعرف يتصرف. سامعيني يا ماما؟ العيشه اللي انت عايزه تعيشها لنا دي بصراحه حاجه تخنق، يعني تخنق ولا ما تخنقش، انا كمان ما عنديش استعداد ان اضيع حد منكم. سامعيني ولا لا؟ انا اللي شلت البط ولا اللي ربيت ولا اللي كبرت؟ ايوه يا ماما، ما ينفعش يعني عشان خاطر اللي حصل ده نفضل عايشين بقيت حياتنا كلنا في رعب. ايوه يا ماما، وبعدين تجيب لهم هم حراس ماشي، لكن انا ليه؟ هو انا حد يقدر يهاوب ناحيتي؟ ده انا كنت ارزعه كتف اطيره. كتف ايه ورقبه ايه؟ انا بهرج. بقول لك انت وهي اللي بقوله يسمع، لحسن والله العظيم ثلاثه ما اخليكوا تشوفوا الشارع بعينكم ولا تخطى عتبه البيت. سامعيني ولا لا؟ يا ماما احنا ذنبنا ايه في اللي حصل ده؟ وانا ذنبي ايه؟ استحملوني استحملوني لغايه لما اعرف، اعرف بس مين اللي بينخرب ورايا، وانا هخليه يشوف ايام اسود من شعر راسه. اسكت يا سناء، النهارده الصبح كنت مرعوبه. ليه يا اختي؟ كفالة الشر. المعلم عدوي اداني فلوس، مبلغ كبير عشان احطه له في البنك، وانا يا اختي اول مره اشيل مبلغ زي ده، واول مره اخش بنك بعيد عنك. كنت حاسه ان الشارع كله بيجري ورايا وعايزين ياخدوا مني الشنطه. ياه، طب وما ادهوش لفؤاد؟ ليه هو اللي حطه له في البنك؟ ما هو بعته عشان يستلم الحصه بتاعت الدقيق. ده المعلم عدوي بقى بيثق فيكي قوي عشان يديكي مبلغ زي ده. انا حاسه كده برضه، واللي باين عليه بقى انه حاطط عينه عليكي. اللي انت بتقوليه ده، الراجل بيعتبرني زي بنته بالظبط. بنته ده ايه يا هبله؟ طب بكره تشوفي وتقولي سناء قالت. اللي انت بتقوليه ده، دي تبقى مشكله، اعمل ايه ساعتها يا اختي؟ ده يبقى يوم السعد والهنا، ده يبقى ربنا رضي عنك وطاقه القدر اتفتحت لك. ده المعلم عدوي الناشف على سنه ورمحه يا اختي، انت طولي تتجوزيه. ده ابويا يا سناء. فلوسه يا حبيبتي هتخليها قصبة من اي شاب في بلدك، ولا انت عايزه تخيبي خيبتي يا صافيه وتجري ورا واد عبيط زي شحته كده؟ كل ما اجيب له سيره الجواز يقول لي منين؟ العين بصيره واليد قصيره. شكلك حاطه عينك على فؤاد اللي هياكلك في الاخر عيش ناشف. الفلوس مش كل حاجه. لا يا حبيبتي، في الزمان ده بقى الفلوس هي كل حاجه، وعلى راي المثل اللي يلاقي اللي يطبخ له ليه يحرق صوابعه. صباح جميل يا جماعه. صباح يا عسل. يا امينة، يا امينة، فين الاستاف الجامد بتاعك؟ فين؟ ولا انت كنت بتحنسينا يعني؟ اسكت، مش انا حظر التجول بدا عندي. ازاي يا بنتي؟ شايفين الهلف اللي واقف ورايا ده؟ بس بالراحه، ما تبصوش كده عشان ما ياخدش باله. مين ده يا امينة؟ ده البادي جارد اللي مامي عينته لي علشان يحميني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا اعدائكوا كتير كده ليه؟ هي مامتك مافيا ولا زعيمة عصابة؟ بس يا واد انت احترم نفسك. ايه يا امينة، انت زعلتي ولا ايه؟ ايوه طبعا، انا امي سيدة اعمال كبيرة جدا. كل الحكاية ان اختي اتعرضت لموقف سخيف كده وهي لوحدها، فقررت ان محدش فينا يخرج وهو لوحده. على كده بقى انت هتقابلي مشكلة كبيرة، مش هتعرفي تتصرفي معانا بعد كده. كل مشكلة عندي وليها حل. يعني هتعرفي تتصرفي؟ انت بقالك فترة طويلة قوي يا بنتي مش عارفة تخرجي معانا في اي حتة. معلش، اصل الفترة اللي فاتت دي كان في شوية قلق جامد كده عندي في البيت. معلش معلش يا امينة، المهم الحركات. الاصطف الجامد يا امينة، هموت هموت. يا ابني اصبر على رزقك، تعدي بس شوية الهيصة اللي عندي دي وهعمل لكم حتة ليلة تحكوا وتضحكوا عنها زي المرة اللي فاتت. عاملة ايه في الشغل مع صفية يا بت؟ الحمد لله زي الفل،
وصافية طيبة وكرماني آخر كرم. هي بنت دي معاها فلوس كتير ولا إيه؟ معاها فلوس يعني إيه؟ عشان في واد من صبياني شافها وهي داخلة البنك، قلت له واد مستحيل تبقى هي دي، أكيد واحدة شبهها. قال لي لا هي، البنت دي هتجيب فلوس منها عشان تشيلها في البنك. لا هي يا ناصح. طب إزاي؟ ما هو المعلم عدوي إداها فلوس تحطها في البنك. ليها؟ ليها إزاي؟ أنت جرى لمخك حاجة ولا إيه؟ المعلم عدوي إداها فلوس تحطها في حسابه هو. مش معنى هي يعني اللي تقوم بالمهمة دي؟ علشان المعلم بيثق فيها، ده سره كله معاها. أقول لك على حاجة بيني وبينك كده، أنا حاسة إن المعلم حاطط عينه عليها. هي قالت لك على حاجة؟ هي، ده هي غلبانة ولا دريانة بحاجة. تبقى بتشتغلك يا بت. بس ثواني، دي غلبانة وسرها كله معايا وبتحبني، خلي أنت بس المعلمة بتاعتك يا أخويا تشيلها من دماغها. وأنا يا أختي المعلمة بتاعتي هتحط واحدة زي دي في دماغها ليه؟ جرايا شحتة أنت هتعملهم عليا ولا إيه؟ أنت يا أخويا عايز تفهمني إن المعلمة كيداهم، مش ورا جوز النسوان اللي مسكوا البت الغلبانة دي ضربوها وعدموها العافية؟ طب حد الله ما بيننا وما بينها، احنا مالناش علاقه خالص بالموضوع ده، انت شايفانا صويع ولا ايه؟ جرايا يا اخويا ملك اتحمقت كده زي ما يكون على راسك بطحه. مين ده يا بنت اللي على راسه بطحه؟ ما انت عارفه اللي فيها، انا ماليش في السكه الحرام، انا لو ليا في الشمال ما كانش ده بقى حالي. ايوه يلا بقى دور الاسطوانه المشروخه بتاعت كل مره اللي هتختمها لي في الاخر بالعين بصيره والايد قصيره. ايه يا سناء؟ ما انت راسي على الدور من اوله، بتعملي معايا كده ليه؟ انا كل اللي طالبه منك بس انك تصبري، اصبري حبتين وكله هيبقى تمام. ماشي يا شحتة، اديني صبرة هو لما اشوف اخرتها معاك. شفت بقى انك كنت ظلمة البنت دي؟ او الحاج عدوي هو اللي كان مديها الفلوس. يا سلام، ومالك مبسوط قوي كده؟ بالك انت لو كانت البنت دي ورا خطف بنتي ابتسام ما كنتش رحمتها. ومين كان هيرحمها معلمة؟ برافو عليك، تعجبني. البنت سناء قالت لي ان سر صافية كله معاها. جميل، انت تفضل ورا سناء دي بقى تدحلب فيها لغايه لما نعرف اخرها ايه. انا مش عارفه، قلبي بيقول لي ان في موضوع ورا البت دي، وبيتهيالي ان انا شفتها قبل كده. يا معلمه سيبك من الكلام ده وركزي في الشغل، الفرن مش عاجبني اليومين دول. ما البركه في اللي ما تسمى اللي انت عملت ده في عنها. بصراحه العبركه ده يا معلمين، انا حاسس ان الشغل التاني مريح اول يومين دول. معلش حليم، خليه يريح، هديك شايف اللي احنا فيه، احنا مش عارفين الضربة جاية لنا منين المرة الجاية. بس انا بقى مش ههدى ولا ينالي بال الا لما اعرف مين الخاين اللي في وسطينا. خاين ايه بس؟ سيبك من الكلام اللي في دماغك والاوهام دي. بص يا معلمة، انت مرة تقوليلي اصل البت صافية دي هي اللي خطفت بنتنا، ومرة تانية تقوليلي في خاين بينا. لا لا لا، انت اكيد بتتفرج على افلام عربي كتير. بكرة تشوف يا حنفي ان كلامي صح، وإن عمري إحساسي ما خيبني. أو خيب المرة دي. ليه يا حبيبي؟ أنت ناسي إن البت دي هي اللي طيرت عريس بنتك؟ عريس إيه وهباب إيه؟ الجواز اسمه ونصيبك أيداهم، وبعدين العريس ده ما كانش جاي لبنتك. فوقي فوقي، سيبك من الأوهام دي، ركزي ركزي في شغلك وفي جوزك أحسن لك. جرايا يا راجل، في إيه؟ الحكم المواعظ اللي نزلت عليك مرة واحدة كده؟ خلاص بقيت حكيم زمانك. لا مؤاخذة يا معلمة، المعلم عنده حق، احنا لازم نركز في شغلنا حبتين. خلاص يا حبيبي، لو ما كانش عاجبك مراقبة البيت سيب حليم ويراقبها. يا معلمة انا بتكلم في الصالح، ما انت عارف يا معلمة احنا بنعتبر المال ده مالنا، ونخاف عليه وعليكوا اكتر من نخاف على نفسنا. الولا شحت عنده حق. الله الله الله، هو في ايه بالظبط؟ انتوا كلكم النهارده متفقين عليا ولا ايه؟ لا كلنا عليكي ولا حاجة يا معلمة. يلا يا راجل امسك. اشكرك. شوف اشكر ايه، هات علبة معسل. شوف يا معلمة، ما تخليش الغضب ياخدك. الغضب لو خدك هياخدك نسكة هتغرقنا كلنا. بس انا برضو مش هسيب البت دي، ومصير الايام تثبت لكم ان انا على حق. صافي. ايه يا نهار اسود، الله العظيم، وانت ازاي ما تقوليليش حاجة زي دي؟ ايه المشكلة يعني؟ سام كمان بيتك سام، وحصل لها حاجة؟ مش عارف. في ايه يا بنت؟ انا كنت بتشهد على روحي. هاتي الحظ المنيل، في ايه بينك وبينها؟ مفيش، هرفه مستريك هتقعي. فاشر يا معلمي. لبيك امينه، شبيك لبيك، قلبي بين ايديك. هي البت دي مشيت في البطال ولا ايه؟